تحولت مسيرة مسلمية نظمها آلاف البرازيليين أسف في شوارع ساو باولو أكبر مدن البرازيل احتجاجا على تكاليف استضافة بلادهم لبطولة كأس العالم لكرة القدم في الصيف المقبل تحولت إلى اشتباكات وأعمال شغب. الشرطة البرازيلية التي اعتقلت أكثر من 100 متظاهر استخدمت الرصاص المطاط لتفريق المتظاهرين فيما دمر أعضاء ملثمين ينتمون لما يسمى بحركة بلاك بلوك فروع البنوك وأشعلوا النيران في السيارات. البرازيل التي ستستضيف المونديال هذا العام في الوقت الذي يسود في إحباط في أوساط المواطنين بسبب تكاليف إقامته تخشى أن تلطق هكذا احتجاجات صورة كأس العالم. سنة كأس العالم ستكون سنة للكفاح، هذا ما أعتقده. سوف ننظم الكثير من الاحتجاجات والمظاهرات، وهذا كله انعكاس للاحتجاجات التي نظمت خلال بطولة كأس القارات في يونيو الماضي. وفي ريو دي جانيرو المدينة التي ستستضيف المباراة النهائية في كأس العالم المقررة في يونيو المقبل خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة سلمية على طول كورنيش شاطئ كوبا كابانا مطالبين بالمزيد من الاستثمار في التعليم والصحة.